يعني كل ما الله سبحانه وتعالى بيفتح علي أكثر، كل ما أنا بتواضع أكثر، بخجل من ربي سخيل اسمه الرب قديش عم يعطيني من خير، بشكره عليه ولا أقول إلا كما قال موسى عليه السلام بعد أن سقى للفتاتين، لم يعد إليهما ليتلقى منهما الشكر أو ليقول، إنما لجأ إلى الظل، تعب وعرق وهو تعبان أصلا وجوعان. شو قال موسى عليه السلام؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شكر الله أن يسر له، ما كان قصده أنه يأكل ويشرب مثل ما فسروا بعض المفسرين كما أرى أنا، إنما شكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ له أن يقوم بعمل خير، وهو نبي سخره الله ليخدم تلك الفتاتين ويسقي لهما. فأنا أقول لكم شكرا لكم يا أمة محمد يا أهل الخير، وأقول لربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.